السلام عليكم. أكثر من 2 مليار دولار هو مجموع مساهمات 40 دولة عربية وأجنبية ومنظمة دولية لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تتطلب قرابة 3 مليار دولار لإنقاذ أرواح 13 مليون شخص في اليمن. خبر يحمل بعض العزاء في واقع غير سار يحيط باليمنيين، لكن الخبر غير الجيد هو أن ارتفاع المبلغ لا يدل إلا على ارتفاع مؤشر الخطر لدى اليمنيين. اليمن البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع دخول الصراع عامه الرابع سيحتاج أكثر من 22 مليون شخص، أي 3/4 السكان، إلى المساعدة والحماية. الوضع الاقتصادي في اليمن ينهار في ظل استمرار عبث الانقلابيين وخذلان الشرعية، بل وفشلها في إدارة ملفات البلاد العسكري والاقتصادي. لذا على اليمنيين مواجهة واقعهم، فما الذي ستقدمه أموال الاستجابة الإنسانية، خصوصا أن أكثر من نصف هذا المبلغ سيذهب كأجور ونفقات للقائمين عليها؟ إذن ما هو الحل؟ هل يبقى اليمنيون على كف المساعدات؟ أين هي موارد الدولة اليمنية؟ ولماذا لا تقوم الحكومة الشرعية باستثمار أدواتها وإدارة مواردها الاقتصادية كاستثمار النفط والجمارك وتحريك عجلة الاقتصاد الخاص وغيرها من الأدوات التي تحفظ روح هذا البلد حتى في ظل استمرار الحرب؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام اليمنيين لانتشال اقتصادهم، خصوصا أمام التجريف الممنهج من قبل ميليشيا الحوثي لموارد الدولة وتعنت التحالف وفشل الشرعية؟ هل يمكن إدارة موارد الدولة في المناطق المحررة؟ وهل يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر دون إرادة سياسية من الحكومة للحفاظ على ما يمكن قبل أن ينهار كل شيء كليا؟ مشاهدينا الكرام، نناقش هذه المحاور في مسائنا اليمني لهذه الليلة، ولكن دعونا نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. اليمن يعيش أسوأ الانتهاكات في العالم اليوم، هكذا يقول المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليلباند، مؤكدا أن الأوضاع المأساوية في اليمن قد تحوله إلى أفغانستان القرن 21. بالقرب من ذلك يأتي تصريح لوزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي يشير إلى أن حجم الأضرار والخسائر التي سيتحملها الاقتصاد والمجتمع جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على اليمنيين بلغت 100 مليار دولار، وليس ببعيد عن ذلك المبلغ الذي أفضى إليه مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف، وقدره أكثر من ملياري دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن. يتحدث الجميع عن تضاعف مأساة اليمنيين مع استمرار الحرب ووصول سعر صرف الريال إلى مستويات قياسية جديدة لم يصلها من قبل. تعمل السعودية على دعم حكومة الشرعية، أو هذا ما تعلن عنه، لكن رغم الإعلان المتكرر عن الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، إلا أنها وبحسب مراقبين لا تزال معالجات طارئة أمام الضربات الموجعة التي أصابت الاقتصاد اليمني. فالحوثيون حولوا اقتصاد الدولة إلى سوق سوداء بعد الضربة القاسمة التي تلقاها البنك المركزي بنهب الاحتياطي النقدي واحتكار موارده وموارد القطاع الخاص أيضا، غير أن ما هو أسوأ من ذلك فشل التحالف أو محاولات إفشال الحكومة الشرعية بعدد من الملفات الاقتصادية، أبرزها ترحيل العمالة والسيطرة على المنافذ الجوية والبحرية وتحديداً الموانئ النفطية ومنع تصدير النفط اليمني للخارج. تسجل الشرعية فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي، وربما بات شبه إجماع من اليمنيين أنه لا رهان على ما وصف بنخب الخلاص الفردي في اليمن التي أفرزتها الحرب، سواء في جانب الشرعية أو الميليشيا، فجميعها تتفق على استثمار الحرب وإن اختلفت مواقعها. رحلة عصية يمضي بها اليمنيون في عامهم الرابع من الحرب، وتضيق ممكنات العيش أمامهم، وبالمقابل لا خارطة لإنهاء النزاع ولا أفق، خصوصا بعد ترهل العمل العسكري وانكشاف نوايا التحالف على حصر المشكلة اليمنية في مربعها الجغرافي دون حسم واضح، لتظل البلاد في حالة حرب دائمة وتدهور مستمر للأوضاع الإنسانية والاقتصادية. إذن لمناقشة هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا عبر سكايب حسام السعيدي الباحث الاقتصادي من أنقرة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور، شكرا للاستضافة وأهلا بكم وبجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ حسام. لو تناولنا وضع اليمن كاقتصاد دولة تعيش حربا منذ 4 سنوات تقريبا مع انذارات المجاعة أيضا والأزمة الإنسانية، أين ترى موقع الاقتصاد اليمني اليوم؟ حقيقة
معي وضع مأساوي جدا. الاقتصاد اليمني هو اقتصاد لبلد صغير اصلا، وحجم الناتج القومي او الاجمالي اليمني ربما لا يتعدى 0.04%، وهو اقتصاد صغير وبلد يعاني من الفقر، ويعاني المواطنين فيه من مستويات فقر عالية جدا. وكل المؤشرات الاقتصادية الحقيقة وخاصة في الآونة الأخيرة هي مؤشرات محبطة جدا ومخيبة للأعمال، وربما حتى أن لغة الأرقام في الاقتصاد اليمني اليوم أضحت غير مجدية، لأن الحقيقة أعصى من أن تشرح بسرد لأرقام أو نسب معينة في ظل التدهور لمستوى ربما فوق المتوسط لشعب يمنيك يواجه المجاعة والفقر والحرب. وبالتالي فإن الاقتصاد اليمني الحقيقة يعاني من مشاكل متعددة، المشاكل ربما الاقتصادية أو الأمراض الاقتصادية يواجهها الاقتصاد اليمني كاملة، سواء التضخم وتدهور العملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة وإلى آخره، يعني من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس واقعا مترديا للغاية في الجانب الاقتصادي، حتى فيما يخص القطاع المالي وما يخص هروب رأس المال للخارج، وأيضا ضعف دور القطاع الخاص في المشاركة في العمل الاقتصادي حاليا، في ظل أيضا هناك وجود اقتصاد موازن في المناطق التي تخضع لسيطرة الفتيين. هذا الاقتصاد لم يعد رسميا، وإنما تحكمه مصالح وجهات نافذة معروفة تتبع الفتيين. الحقيقة أن الوضع الاقتصادي وضع مأساوي، وهذه هي ربما خلاصة أو تلخيص للكلمة تلخص واقع الاقتصاد اليمني الذي يعاني من مشاكل متعددة. يكفينا أن نعرف بأن الموظف اليمني اليوم لم يعد قادرا على الحصول على مرتباته، يكفينا أن نعرف أيضا أن مستويات الفقر كبيرة جدا، أن الملايين، لا نقول مئات الآلاف وإنما الملايين من أبناء شعبنا اليوم لا يجدون قوت يومهم. وهذه الحقيقة إلى جانب تفشي الأمراض وضعف الخدمات الصحية وربما غيابها تماما، بالإضافة إلى غياب دور واضح للدولة، لم يعد هناك أي دور في الجانب الاقتصادي واضح للدولة، وبالتالي أصبح الأمر شبيها بقانون الغاب يحكمه من جهة النافذون والتابعون للميليشيا في اقتصاد موازن ويهمش فيه التجار ويعبسون وقواعد النشاط الاقتصادي، ومن جهة أخرى هناك فشل حكومي أيضا في ربما. نعم سنتحدث عن ذلك أستاذ حسام، ولكن قبل ذلك أستاذ حسام، يعني قبل أيام كان هناك مؤتمر مانحي لليمن وتم التعهد لليمن ب 2 مليار وقليل يعني دولار، هل تعتقد أن هذه الأموال ستذهب باتجاه يعني طريقها الصحيح، أم يعني كما تعودنا قد لا تصل وقد أيضا توزع في أماكنها غير المستحقة؟ حقيقة المؤتمر أو لنقول العالم المجتمع الدولي ما أريد أن أقوله قبل ذلك، ويخشى من وجود تدهور كبير في الحالة اليمنية وتحول كون موقع اليمن موقع حساس، وبالتالي حتى منذ انطلاق مؤتمر أصدقاء اليمن أو تشكيل مجموعة أصدقاء اليمن في عام 2010 كان هناك تحسس لوجود خطر في هذا البلد يتهدد السلم العالمي الحقيقة بسبب الفشل الاقتصادي في هذا البلد وتحول اليمن إلى بلد فاشل. ورغم وجود عدة مؤتمرات الحقيقة كانت هناك أحيانا استفادة من أموال المانحين، ولكن هناك فارق أو فجوة ما تزال بين حجم التعهدات المقدمة من المؤتمر أو من عفوا من المجتمع الدولي في المؤتمرات المختلفة وبين ما يتم تحصيله فعلا. المؤتمر الذي عقد قريبا هو جاء استجابة للأمم المتحدة وخططها الإنسانية أو خطط الاستجابة الإنسانية التي اصطلح على تسميتها كذلك، وهذه الأموال الحقيقة يجب أن توجه في مجال الإغاثة، وربما يعني لا يوجد لها أو لا أقول سيكون لها أثر طيب جدا بالنسبة للوضع الاقتصادي أو تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولكنها على الأقل ربما تساعد بعض الفقراء أو ستصل إلى بعض الفقراء والمستحقين لها. لا نعرف الحقيقة ولا يوجد تقارير شاملة تستطيع أن تحدد ما تم استقباله من أموال سابقا وأين صرفت وهل ذهبت فعلا لمستحقيها.
هناك بعض الاستجابه يستطيع ان يجدها المواطن في بعض المناطق الحقيقه وجود لعمل المنظمات الدوليه، ولكنه دون المستوى، ويتخلله ايضا ما يشبه نوع من العشوائيه، اي انه لا توجد عمليه تغطيه شامله للمناطق التي تتعرض سواء للحرب ومخلفات الحرب او حتى في المناطق التي تعاني من تفشي الفقر والمجاعه والى اخره. يعني وجود هذه الأموال لا نستطيع الحقيقة أن نتحدث أو نحسن بأن كل هذا المبلغ سيتم تسليمه أو لا. ما يتم معرفته الحقيقة من هذه المؤتمرات بأن الدعم دائما يقدم على صورتين، منها ما يتم تقديمه كمنح ومساعدات، ومنها ما يتم تقديمه كقروض، وأيضا أحيانا إعفاء من الديون. لا حد الآن أو إلى الآن ما تزال هذه هي تعهدات ولم يتم تسليمها حتى الآن، ونتوقع الحقيقة أن يتم تسليمها إذا صدق المانحون في ذلك، وهذا الأمر سيخفف إلى حد ما طبعا سيستطيع. لكن يعني كل عام نعم. أستاذ حسام، يعني ونحن نعلم أن هناك مثل هذا المؤتمر وهناك يعني أرقام تضعها المنظمات الإغاثة وخاصة الأمم المتحدة، يعني بالرقم الذي تحتاجه اليمن، ويصل الأمر إلى الثلثين تقريبا كما هو الحال هذا العام، وتظل المشكلة باقية ولا يمكن حلها فقط بمجرد الإغاثة. ألا يوجد حلول يعني حقيقية على الأقل الحد من تطور هذه الأعداد، من تقليصها على الأقل، من فتح مشاريع صغيرة لإعانة هذه العائلات التي تحتاج يعني إلى ليس يعني قوت يوم واحد، وإنما هي تحتاج إلى يعني أن تعيش بشكل دائم؟ يعني الحقيقة في ظل الحرب أو في ظل بقاء الحرب تبقى هذه المساعدات أو تحمل هذه المساعدات الحقيقة صورة مساعدات إغاثية عادلة، فهي من جهة تحاول أن تصل إلى الذين لا يجدون قوت يومهم، وأيضا تستطيع أن نقول أنها تخلق حالة استقرار أو شبه استقرار يعني فيما يخص الغذاء بالذات. الحلول لا يمكن أن في ظل وجود استمرار الحرب وعدم وجود شكل أو عودة الحياة الاقتصادية إلى مجراها، عدم صرف مرتبات الموظفين إلى آخره، هذه الحقيقة كلها عوامل تؤدي إلى اتساع الفجوة بين حجم الفقراء وحجم الاحتياجات الحقيقة. وهذا الأمر واضح بأن كلما استمرت الحرب أو طال أمد الحرب زادت الاحتياجات للإغاثة، لأن هناك الحقيقة طبقة كانت هي الطبقة المتوسطة، طبقة الموظفون وطبقة صغار التجار، الحقيقة تضررت كثيرا من الحرب وأصبحت انضمت إلى الطبقة الفقيرة، ويوما إثر يوم الحقيقة تسحق عجلة الحرب هذه الطبقة وتحولهم إلى فقراء، وبالتالي تزداد الفجوة يوما بعد يوم. ولكن الحقيقة أن عودة الحياة الاقتصادية ولو بحدها الأدنى ستضمن على الأقل انتظاما لصرف المرتبات للموظفين، وبالتالي وأيضا تضمن على الأقل مثلا وجود شكل من أشكال الثقة بين المانحين وكيف يمكن أن تصل هذه الأموال إلى الإغاثة. لا توجد حلول مثلى أو حلول كاملة يمكن أن تحل المشكلة، ولكن ربما أو ما نقوله هو أن يتم التخفيف من هذه المشكلة، وأول الحلول كان يجب أن تكون هو منع هذه المشكلة من الاتساع، ولكن مع الأسف مع وجود الحرب لا يمكن الحقيقة الحديث عن منع هذه المشكلة من الاتساع، وبالتالي ما تزال يعني حاجة الناس إلى المساعدة قائمة، لأن النشاط الاقتصادي تقريبا شبه متوقف، والأوضاع الاقتصادية سيئة ومتردية مع استمرار الحرب، وبالتالي يعني هذا الوضع تقريبا شبه منطقي أنه تزداد حالة الحاجة لدى المواطنين لدى الناس الحقيقة، خاصة أيضا إذا عرفنا أن هناك أيضا مشردين ولاجئين، وكل هذه المشاكل والأعباء الحقيقة هي أعباء ثقيلة جدا، وحتى في حال توقف الحرب لن تحل في يوم أو يومين، ولكن ربما في حال توقف الحرب ستتوقف إلى حد ما دخول المزيد من الفقراء أو من المحتاجين إلى هذه الفجوة. هذه هي النقطة الأساسية. لكن الآن الحقيقة في ظل وجود الحرب ووجود الحقيقة يعني طول الحرب إلى فترة أصابت الوضع الاقتصادي بشلل وقضت على مدخرات المواطنين الذين كانوا في الطبقة المتوسطة، وبالتالي الحقيقة نتوقع إذا ما استمر الحال كما هو عليه أن يزيد، بالعكس أن تزيد حجم الاحتياجات الحقيقة، وهذه هي المشكلة، ولن تحلها سواء مليار أو 2 مليار، لأن
هذه هي مساعدات إغاثية، وهي تأخذ أيضا يعني إجراءات طويلة ومعقدة، وتمر عبر سلسلة الحقيقة من المنظمات، ابتداء من الشرطة أيضا المانحين، وعبر منظمات دولية كبيرة، ثم عبر منظمات محلية. نعم. هناك منظمات شركة، يعني العملية معقدة، حتى أن حجم المساعدات ربما حتى إذن أن الآثار لهذه المؤتمر لن تصل مباشرة، ستضطر أو ستأخذ فترة طويلة حتى تصل. ابقى معنا أستاذ حسام. نشرك معنا أيضا الدكتور محمد الزوبة، الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والعافية، مرحبا. أهلا بك دكتور محمد. يعني مع كوننا دولة تعيش حرب منذ 4 سنوات، هل كان بالإمكان عدم تدهور الاقتصاد إلى هذا الحد؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. هو الإجابة على سؤالك نعود إلى ما جرى ويجري منذ بداية الحرب إلى الآن. هناك يعني عوامل سببت يعني بتغيرات متسارعة في الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ومنها تدخل حكومة الأمر الواقع في صنعاء وهي حكومة العوثي في سياسة السياسة المالية للدولة، وعلى سبيل ذلك تدخلها في يعني والاستيلاءها على مخزون العملة الصعبة، وأيضا استيلاءها على ميزانية الدولة وعلى إمكانيتها المالية من البنك المركزي، وهذا أثر على الحياة الاقتصادية بشكل كامل، بمعنى أنها أفقدت الحياة السيولة المحركة أو الطاقة المحركة لإمكانية العيش. الإمكانية المادية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي أصبحت يعني الآن منتهية، وتم تخزينها، والآن تقوم الآن حكومة الحوثي في صنعاء بإنشاء ما يسمى بالسوق أو بالدورة المالية الثانوية التي تتحكم بها خارج نطاق البنك المركزي، والتي تمتلك الإمكانيات المالية التي خزنتها أو التي اختزلتها من البنك المركزي في بدروماتها وفي مخازنها الخاصة، وتقوم الآن بمعالجة تلك الأوضاع على هيئة يعني شركات ومؤسسات تقوم بتولي صرف بعض الاحتياجات للمجتمع اليمني، وتقوم بإعداد ذلك على أساس أنه يعني ما يسمى بالفاتورة أو البطاقة التمويلية أو ما شابه ذلك، أو البطاقة الإلكترونية أو الكلام الفارغ الذي الآن أصبحنا نعاني منه وتعاني منه الأسر اليمنية. الأسر اليمنية عامة هي وخصوصا الطبقة الوسطى كانت تعيش أو تعتاش على المعاش. الآن لم يعد هناك معاش ولم تعد هناك إمكانية العيش. هناك زي ما قال الأخير المتداخل اللي قبلي، لو كان في هناك ما يسمى بمدخرات الحياة، ومدخرات الحياة كانت لدى اليمنيين هي عبارة عن ما كان يوجد لدى النساء من جوهرات. نعم، القليل ليس الجوهرات، يعني ببيعها في السوق. نعم. إذن الدكتور، يعني لماذا برأيك يقوض التحالف إمكانية الاقتصاد الإمكانية الاقتصادية للدولة، الحكومة الشرعية في مناطقها المحررة، بترول، غاز، موانئ، كل هذه الموارد السيادية التي كانت ممكن أن تنعش الاقتصاد ولو قليلا، يعني وكان ممكن الحكومة أن تتصرف بها بقرار من التحالف؟ والله شوفي، الكلام على موضوع التحالف هو كلام ذات شجون، وحقيقة أنت جاتيني بالسؤال هذا وكنت أعتقد أنه لسوف يكون يعني في آخر حاجة، لكن يعني حقيقة السؤال يعني أشكرك عليه، وكنت أتمنى أنه يطرح في أول الحلقة، ولكن طالما طرحتيها الآن أنه التحالف هو سبب كل ما نحن فيه، أقولها بصراحة، يعني التحالف هو السبب المأساة السياسية ومن ثم الاقتصادي. بمعنى لو كان التحالف يمتلك فكر أو رؤية لما هي اليمن بعد أن أدخلنا في هذا الحرب لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. التحالف يا سيدتي عزل الجمهورية اليمنية، بمعنى عزل المجتمع ومن ثم عزل الحكومة الشرعية عن قدراتها في التعامل مع المجتمع الذي يجب أن تحكمه، ولم يقم التحالف بأي خطوة باتجاه تقوية وتنظيم العمل الذي كان بإمكانه حتى هو أن يقوم به. بمعنى كان بإمكان التحالف أن يسطر النفط ويسطر الغاز،
كان بإمكان التحالف أن يفتح الموانئ ويستقبل البضائع اليمنية وحركة التجارة، ده على افتراض أنه يعني لا يرغب إدخال منظومة الشرعية إلى الحياة العامة للمجتمع اليمني أو عادة المجتمع اليمني يعني. فرضا نفترض ذلك، ولكن التحالف أقصى كل إمكانيات التعامل سواء من جانبه أو من جانب الحكومة الشرعية مع ما يجري في الساحة، وبالتالي نحن نستطيع أن نحكم على التحالف بأنه هو لم يكن هو السبب يعني فقط، ولكن هو السبب الرئيسي والسبب الأول والسبب الأخير فيما وصلنا إليه. وإذا كان من منتقدين لأسلوب التحالف، طبعا بعض الناس الآن من المشاهدين إذا سوف يسمع الكلام يقول أنه الأخ الدكتور الزهر متحامل، لا، إذا يسمعوا كتاباتي وانظروا إلى ما كنت أكتب أنا على التحالف، أنا أول من أيدت التحالف، وأنا ظليت 3 سنوات وأنا أشكر في حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات، ولكن ما جرى ويجري من الدولتين الشقيقتين يعني متحكمتان بالتحالف يجب أن نضع لهم هذا الموضوع، أنه سقوط اليمن وإهتراها هو سوف يعود عليهم. وأني بهذا الكلام أوجه كلامي إلى حكومة المملكة العربية السعودية، يا إخواني الأعزاء في المملكة العربية السعودية، إذا سقطت الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية وأصبحت النار مشتعلة لن تهدأ ولن تصلح السعودية مستقبلا. وأنا أقول مهما كانت الأجندة العالمية المطبقة على الوطن العربي الآن في هذا التدمير الذي يعيش فيها العالم العربي، وكنتم أنتم جزء من المخطط هذا الذي تعملون فيه على تدمير اليمن وتقسيمها وتجزئتها إلى فئات وكنتونات، هذا سوف يعود بالكامل عليكم، بمعنى صحيح. سقوط اليمن اقتصاديا وسياسيا سوف تسقط بعد دول. نعم دكتور، يعني وليسمعوني دول الخليج، نود أن نعرف إذا سمحت لي دكتور، يعني ما هي يعني المداخل الاقتصادية التي أو الموارد الاقتصادية التي كان يفترض أن تكون بيد الحكومة والتي كان من الممكن أن تنعش الاقتصاد قليلا، ولم تمكن يعني التحالف بقيادة السعودية والإمارات الحكومة منها؟ شوفي، كان عندنا إمكانيات كويسة، مثلا النفط، كان عندنا حوالي 170 ألف برميل نفط سواء من المسيلة أو بإمكان أن تصل عن طريق مارب عن طريق رأس عيسى، تصدع سطر على رأس عيسى، بمعنى عندنا إمكانيات. أيضا بإمكانهم كنا نسطر الذي شركة الغاز الذي في بلحاف، كان بإمكاننا نسطر في اليوم الواحد ما يعادل تقريبا حوالي مليار قدم مكعب من الغاز المسال اليمني، واسعاره كويسه هذا عالميا الان في جنوب شرق اسيا تقريبا 12 دولار للمليون وحده حراريه، وهذا كان سوف يعطي مدخرات ممتازه بالاضافه الى زي ما قلت بترول المسيله. ايضا يعني ما المصافي عدن كان بامكاننا اعاده تشغيلها يعني ونحاول اعاده تنظيم القدرات اللي معطلة فيها خصوصا بعد الحرب، ويعني وعادة إصلاحها ومن ثم إعادتها للسوق، هذا كان سوف يحقق إمكانيات ومداخل ممتازة. بالإضافة إلى أنه كان بإمكان التحالف بدلا من أن نقوم الآن نستورد بترول عن طريق إيران، وتقوم إيران تبيع للحوثي يعني ببلاش أو تبيع يعني ب10-7 دولار للدبة الواحدة، كان بإمكان الدولة أن تستورده وتبيع للمواطن يعني 3500 ريال، وهذا كان سوف يسهل على المواطن. وكان بإمكان أيضا الدولة أنه لو عاد الشرعية أن تبيع الدبة الغاز للمواطن اليمني ب1000 ريال ب1500 ريال، ولكن الآن بيبيع 7000 ريال، وكل هذا مؤثر على الوضع الاقتصادي للجمهورية اليمنية. بمعنى هناك مداخل وهناك إمكانيات لا زالت تمتلكها الجمهورية اليمنية، ولكن نتيجة أنه التحالف ويجب على الشعب اليمني. أنا أركز الليلة على هذا الموضوع، أنت طرقت باب حساس جدا، القضية ليست قضية الرجل المحبوس أو المعدوم.
وبقيادة المملكة العربية السعودية بالطبع. مسؤولية التحالف الحقيقة مسؤولية أيضا ليست فقط عسكرية وإنما أيضا مسؤولية اقتصادية بالدرجة الأساسية، لأن الوضع الاقتصادي الحقيقة وضع متدهور جدا، وأن تكون البلد تحت الوصاية يعني اقتضاء الحقيقة التدخل لحل هذه المشكلة، ولأن أصلا حتى النجاح العسكري هو مرتبط أيضا بالنجاح الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية والمعيشية للمواطن، وإلا فإن الحرب لن تنتهي ولن تفشل بصالح الحكومة في ظل وجود يعني ضعف يعني في لنقول أو يعني وجود مشكلة اقتصادية لدى المواطن الحقيقة. أن يتحول النصر العسكري بدون وجود أو أن يوجد نصر عسكري مع مقارنة بوجود نجاح، هذا الحقيقة ليس نصرا إنما هو هزيمة. الانتصار العسكري يقتضي أيضا أن يكون هناك تحسين على الأقل للمؤشرات التي يعانيها المواطن، لأن الحقيقة ربما نحن نعرف بأن الوضع الاقتصادي هو وضع سيء الحقيقة، وحتى في حال أن المدخولات الاقتصادية قائمة فإنها غير كافية إلى حد ما، ربما هي ستحل المشكلة ولكنها وحدها غير كافية الحقيقة لعلاج هذه المشكلة. هذا إذا تحدثنا عن وضع اقتصادي بدون أن نتحدث عن إعادة إعمار. وبالتالي فالمسؤولية الاقتصادية هي مسؤولية كبيرة، ويجب الحقيقة ويجب على الحكومة أن ترفع صوتها في هذا الخصوص، ويعني أن تحل المشكلة مع التحالف. لابد من حل هذه المشكلة بأي طريقة كانت، لأن بقاء الوضع الاقتصادي كما هو عليه الحقيقة كما ذكرت سيخلق هزائم على المستوى العسكري، لأن الآن على المستوى الشعبي هناك الحقيقة حالة انهزامية نفسية، الفقر يفتك بالمواطن، أيضا المرض، العمليه التجاريه وعمليات التجاره شبه متوقفه، يعني هناك حاله من اليأس العام الحقيقه في الشارع. صحيح. وهذا الان بطبيعه الحال ينعكس على الوضع العسكري. اذا الانتصار العسكري لن يتحقق الحقيقه الا بوجود تحسن في معيشه المواطن، يلمسها المواطن الذي تحررت المحافظات التي يعيش فيها من الحوثيين. هل هناك فارق او لا؟ غير موجود هذا الفارق. نعم، إذن عودة الحكومة لابد الحقيقة أن تنعكس على المستوى الاقتصادي، هذا ما أريد أن أشير إليه بالضبط. نعم، إذن لو سألتك دكتور محمد، يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتدهور، في ظل عدم تحسن الأوضاع من قبل لا التحالف ولا الحكومة ولا المجتمع الدولي، برأيك يعني ما الذي بأيدي اليمنيين أن يقوموا به لتفادي الوصول إلى مجاعة شاملة، انهيار كامل للوضع الاقتصادي والإنساني؟ هل ما زال بيدهم شيء الذين هم في الداخل بالطبع؟ والله المواطن في الداخل هو ما معقول أنه يصلي ويدعي بالنسبة للمواطن الداخلي، هذا حقيقة. لكن النقطة وهي نعرض شوية على الشرعية، أنا أعتقد أنه الشرعية صحيح أنها الآن يعني هرم الشرعية أو قيادة الشرعية تعيش تحت ضغوط، ونحن صحيح نحمل هذه أحيانا مسؤولية بعض القصور يعني، ولكن حقيقة ولا يمتلك أوراق من اللعبة شيء. الأوراق اللعبة يعني بالكامل تحولت إلى أيدي القيادات السعودية، وبالتالي السعودية حولت الملف اليمني تقريبا إلى أيدي أولاد زايد ومحمد بن زايد بالذات، هو الذي الآن يتصرف في الملف اليمني ضمن مخطط دولي صهيوني رأسمالي للسيطرة والهيمنة على المنطقة بالكامل، واستنزاف مدخراتها المالية وتدميرها وتمرير ما يسمى بصفقة القرن، لأنه المخطط اليمني هو تكمل على المخطط تدمير العراق وتدمير سوريا وإخراج مصر من الدائرة العربية، ووضع اليمن وأيضا وضع السعودية تحت مكسرة الاستنزاف المالي وادخالها ضمن يعني مرجعية الرجل الوحيد الذي يحكم، وبالتالي يجب عليه أن يدفع فاتورة وصوله إلى كرسي الحكم. وبالتالي هذا المنظومة الآن التي تجري هي اليمن هي جزء صغير جدا من اللعبة، بمعنى أنه كل من ينظر إلينا الآن من اللاعبين الكبار يعتبر اليمن والثلاثين المليون العائل اللي يعيشون على هذا الأرض عبارة عن تكملة فقط للعبة، بمعنى أن ماتوا ماتوا وأنا حيو حيو وكل شيء في دولة. أنا أعتقد وأعود إلى سؤالك يعني أنه الحكومة الشرعية بإمكانها
أقل حاجة أنه تضغط عن طريق الأمم المتحدة، صحيح قدر ما تكون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعني مرتبطة ارتباط كامل بالمخطط الكبير الذي يدور في المنطقة العربية، ولكن لا يجب عليهم أن يقفوا مكتوب في الأيدي. هذا الذي أتصور، أنا أتصور أنه الحكومة الشرعية طالما مثلا مثل ما استقال الجباري واستقال الأخ الصايدي واستقال الأخ وزير النقل كما يقال، أعتقد أنه يجب بقية الوزراء أن يعملوا يعني حذرنا كل أسبوع نسمع أنه يستقيل الوزير، بحيث أنه نصل إلى مرحلة من المراحل تعلم مثلا السعودية أو تصفو حكومة السعودية، أو لعل الضمير يعود من جديد إلى آل زايد من جديد ويعلموا أن هناك 30 مليون يموت، أو لعل دول العالم ومنظمات العالم والأمم المتحدة تعلم أن هناك كارثة واقعة على الشعب اليمني وسببها ليس الحرب فقط، وإنما الوضع الاقتصادي المزري الذي أوصلنا إليه إدارة المعركة من خلال التحالف العربي. هذا التحالف الذي في لحظة من اللحظة كنت أعتقد أنه المعيد لليمن حقوقه والمعيد لليمن كل إمكانياته. يا سيدتي أنا لا أمتني مثلا على سبيل المثال للأخوان ولا للعدوان ولا لعلاقة في هذا الموضوع حقيقة، ولكن ما وصلنا إليها الآن يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن المخطط الذي يدار على اليمن هو في الأساس مخطط يأتي من التحالف، التحالف هو سبب هزيمتنا. يا سيدتي ما يسمى الحوثي والانقلاب الحوثي انتهى من زمان، انتهى من حوالي سنتين لم يعد يمتلك شيء. الآن الحوثي في يعني في يعني أيامه الأخيرة، ولكن التحالف لا يريد وليس هناك لديه رؤية للقضاء الحوثي، لأنه يعتبر الحوثي عبارة عن سبب وجوده. لأنه لو انتهى الحوثي معناها أنه ليس هناك داعي لبقاء التحالف، وهذا هو الذي حاصل. هذا أنت اليوم والأخ والمشاهدين الآن فكروا في الجملة هذه، لو افترضنا انتهى الحوثي في سيطرته على المناطق هذه، هل هناك داعي لبقاء ما يسمى التحالف العربي في اليمن؟ لا يوجد داعي. وهذا ما يحصل الآن، الآن لا يريدون القضاء على الحوثي لكي يبقى التحالف يدمر ويخطط لما كان مدمر، لأنه حتى التحالف ليس خطواته هذه خطوات التدمير يعني في نطاقه، ولكن هذا مخطط عالمي من الصهيونية العالمية لتدمير المنطقة، ونحن لا جزء بسيط من هذا المخطط. هذا كل ما في الأمر. يجب على الشعب اليمني أن يعي هذا المخطط وأن يضع لنفسه سبيلا في هذا الموضوع، سواء بالنسبة للشرعية أو بالنسبة للجماعة الحوثي الحاكمة في صنعاء. لن يخرج أي إنسان سليم من هذا الكارثة يا سيدتي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. إذن وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الناصر المدعي المحلل السياسي من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر هل تسمعني؟ أيوة أسمعك، تفضلي. نعم مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير أتي، تفضلي. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. يعني مع تحذيرات المنظمات الأممية بأن البلد يعاني أسوأ مجاعة في العالم، برأيك هل هناك إجراءات فعلية من العالم من التحالف والحكومة أيضا لتفادي هذه الكارثة، أم أن هذا الإعلان نسمعه كل عام بداية كل عام ويذهب أدراج الرياح؟ يعني المشكلة الاقتصادية في اليمن مشكلة معقدة جدا. نعرف أنه قبل الحرب كان هناك مشكلة اقتصادية كبيرة، البلد كانت تعاني من نقص في إيرادات المتعلقة بالنفط والغاز، وكانت أيضا الدولة الميزان الحكومي عجزها كبير. والآن بعد أن انهارت الحكومة المركزية، بعد أن أصبحت اليمن مجزأة عمليا إلى سلطات كثيرة، أصبح الوضع كارثي بكل معنى الكلمة. حل أي مشكلة لا يمكن أن يتم في ظل غياب حكومة مركزية شرعية تمتلك الأدوات الحقيقية لمعالجة المشكلة. الآن المشكلة في اليمن أنه لا وجود لسلطة شرعية تستطيع أن تعالج المشكلة أو أن حتى تستقبل التبرعات من الآخرين لحل المشكلة. ما يحدث الآن أن التبرعات التي تجمع تنفق عبر وكالات إما دولية، منظمات دولية أو منظمات غير حكومية،
وهذه المنظمات وهذه الوسائل هي وسائل إسعافية، جزء كبير من هذه الأموال تشغيلية، نعم، في نفقات التشغيل التي تذهب إلى الموظفين. أيضا هذه المؤسسات لا تمتلك جهاز إداري ولا مؤسسات، لا تستعين أيضا حتى بمؤسسات الدولة إلا فيما ندر، ومؤسسات الدولة أيضا هي مؤسسات إما منهارة وضعيفة أو غير موجودة، أو أنها مؤسسات تابعة لبعض القوى كما هو الحال في المؤسسات التي هي في صنعاء والتي تتبع الحوثي. وبالتالي هناك وضع فوضوي، هناك وضع معقد، حتى من أراد أن يساعد اليمن في هذه الظروف لا يجد الوسيلة لمساعدة اليمن لسوء الحظ. نعم، إذن يعني بالنسبة للموارد الدولة التي كان يفترض أن تستغل في المناطق المحررة ولكن لم يتم السماح للحكومة بذلك من قبل التحالف، خاصة بقيادة الإمارات، الموانئ، النفط، الغاز، يعني كل هذه الموارد التي هي أصلا بالأصل يعني كانت تعد قليلة في ما قبل الحرب، ولكن على الأقل كانت ستدفع رواتب الناس، ستحرك عجلات الاقتصاد ولو قليلا. برأيك ما الذي سيستفيد التحالف ببقاء الوضع كما هو عليه إن لم يكن أسوأ كل عام يمر؟ الوضع الحالي هو إذا نظرنا له بالمنطق فهو ليس في مصلحة دول التحالف وتحديدا السعودية التي ستجد نفسها مجبرة على أن تواجه هذه الكوارث التي ستتحمل مسؤوليتها الأخلاقية ومسؤوليتها حتى ربما القانونية، لأن الوضع الراهن في اليمن السبب الرئيسي له الحرب. الحرب أوقفت الكثير من الموارد الرئيسية وتحديدا النفط والغاز. ما تبقى الآن من نفط وغاز يذهب جزء منه في محافظة حضرموت والجزء الآخر في محافظة مأرب. أما الموانئ ودخل الجمارك والضرائب، هذه الدخول هي في الأصل قليلة، يعني يعطيك رقم في عام 2014 إجمالي الدخل من المنافذ لم يتجاوز 215 مليار بحسب الإحصائيات الرسمية ريال، بمعنى أن هذا مبلغ وهذا أقل كان من بحدود 7% من النفقات العامة للدولة في ذلك العام. الآن وبعد أن أصبحت هذه الموانئ مجزأة ومقسمة للقوى التي تسيطر عليها، هذه الموارد أصبحت أقل مما كانت، وفي نفس الوقت لا تصب في جهاز أو بنك مركزي واحد، وبالتالي يتم الاستفادة منها. نفس الشيء الموارد النفط والغاز، النفط تقريبا انخفضت إنتاج النفط عما كان عليه في عام 2014، أصبح الآن تقريبا 30-40% ما ينتج من نفط عما كان عليه في ذلك العام. وكل هذا يشير إلى أن الموارد هذه الشحيحة هي مجزأة وهي في نفس الوقت متناقصة ومهدرة، ويعاني من كل ذلك المواطن الذي لم يجد راتبه، معظم موظفي الدولة من سنة ونصف تقريبا حتى الآن لم يسلموا إلا رواتب ثلاثة أشهر. وبالتالي المشكلة تتفاقم تتعقد بشكل أكبر. دول التحالف ليس لديها رؤية لمعالجة هذه المشكلة، أما الحكومة النائمة في الرياض هذه الحكومة لا يعول عليها، هذا آخر ما يمكن أن نعول عليه على هذه السلطة الفاسدة الفاشلة التي لا تمتلك ذرة إحساس مسؤولية. كل ما نلاحظه من هذه الحكومة هو ترتيب أوضاعها وفسادها وفساد الأقارب والمحسوبين عليها، كانوا محسوبين حزبيا أو محسوبين أسريا وجهويا. وبالتالي نحن ضائعين في الآن في اليمن بين سلطة بين قوسين شرعية يعترف بها العالم ولكنها غير مسؤولة وفاشلة وفاسدة، وسلطات الآن أصبحت ليس سلطة، سلطات تمارس السلطة كأمر واقع في مناطق اليمن وتحديدا الحوثيين في المناطق الشمالية.
وبالتالي المواطن اليمني لم يجد ولن يجد على الأقل في المستقبل القريب طرف ما يتحمل مسؤوليته. نعم. وهذه هي الكارثة الذي نحن فيما يشبه الحلقة المفرغة الذي لا يبدو أن لها أي أفق. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. سؤال أخير لك أستاذ حسام السعيدي، يعني وزير التخطيط صرح بأن البلد خسرت 100 مليار دولار في ظل وضع الاقتصاد السيء والذي ينحدر يوما بعد آخر، برأيك كيف سيتم التعافي من هذه الكارثة الاقتصادية؟ حقيقة الرقم ضخم جدا، ولا توجد إحصائية دقيقة لحجم الخسائر حتى الآن، لكن ربما الخسائر المباشرة أو الخسائر المادية تفوق العشرات مليار دولار، بنية تحتية وإلى آخره. الحقيقة أنه إعادة الإعمار وإعادة الحياة والدورة الاقتصادية ومن يمول هذه المشكلة أو من يمول إعادة الإعمار قضية جدلية، لأن حتى المؤتمر أو عفوا المجتمع الدولي ربما أصبحت اليمن قضية منسية مع هذا، وما يتم تقديمه لليمن هو عبارة عن فتات لكي لا تتحول الوضع ينفجر أكثر بما يضر بمصالح العالم. أما اليمن كبلد وكقضية فهي مع الأسف قضية منسية، وخسائر الشعب وخسائر الدولة اليمنية الحقيقة في حالة نزيف مستمر، الخسائر تزداد بشكل مستمر، وإعادة الإعمار وإعادة إصلاح ما أفسدته هذه الحرب الحقيقة اجتماعيا واقتصاديا موضوع صعب للغاية، ويعني إيجاد التمويل الكافي لهذا الأمر لا تكفيه أو لن تقدم الموارد الحقيقية المتاحة حاليا على الأقل، لنفترض طبعا أنه عادت الحكومة ومارست دورها بشكل طبيعي فإن الموارد المتاحة لا يمكن أن تغطي هذه الفجوة. وفي تصور الشخصي في أن المجتمع الدولي أيضا يتعامل مع اليمن كقضية منسية، وفي حال وجد إعمار مالا يتجاوز المبلغ الذي سيقدمه ربما ككراء عن 15 مليار دولار أو 10 مليار دولار، وبالتالي فإن التحديات تحديات كبيرة الحقيقة، وكان يجب وكنا نتمنى الحقيقة أن يبدأ من الآن إعداد خطة ذاتية لإعادة إصلاح ولو جزء مما خلفته هذه الحرب، أو على الأقل أن لا نسمح بمزيدا من التدهور، لأن وجود المزيد من التدهور يعني الحقيقة وجود لا حدود للمشكلة، تصبح المشكلة أكثر عمقا وأكثر مأساوية يعني. وبالتالي في تصوري الشخصي سواء هذا المبلغ إن كان دقيقا أو لا، إلا أن استمرار الحرب كفيلة بإيجاد مبالغ وخسائر أكثر. نعم، نحن حاولنا التواصل بالسيد وزير التخطيط وأيضا بمن لهم علاقة بالأمر، لكن للأسف الشديد لم يعني يجيبنا أحد. نتمنى أن لا يصل الأمر إلى ما هو أسوأ. نعم. البنك الدولي في 2015 أصدر تقريرا في هذا الإطار. انتهى الوقت أستاذ حسام للأسف الشديد، شكرا جزيلا لك حسام السعيدي الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من أنقرة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله.